معنا السيد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية العلاقات والإعلام. أهلا وسهلا سيادة المساعد. أهلا وسهلا أستاذ خير. أهلا وسهلا. أولا ألف مبروك ونورت الإدارة، وهنكون سعداء بالتعاون معك من أجل خدمة هذا الوطن. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أستاذ خير. بإذن الله. سيادة اللواء، عندي موضوعين محتاج أكلم حضرتك فيهم. الأولى الخاصة بصفحات على فيسبوك لضباط داخلية بصورهم، ضابط كاتب انه رايح مهمته من العمليات الخاصة في برج العرب، وبيحدد رايح ازاي مول العرب ورايح ازاي، وكاتب العربية اللي رايح بيها برقمها. يعني هل يمكن تخيل ان في ضابط مسؤول حياته في خطر ممكن يعمل كده؟ لا طبعا، الكلام ده كلام مش صحيح، ويعني هناك تعليمات يعني تفعيل دور الامن الذاتي، وفي برضك تعليمات ان مفيش اي بيانات او معلومات تبقى متاحه بهذا الشكل. هذا لو كان موجود وبالصوره الحقيقيه، ده يبقى خطا، وخطا كبير. احنا الموضوع ده هنفحصه ونشوفه. لا، هو انا باكد لحضرتك لان انا كنت حريص ان اتاكد بنفسي من الصفحات. الصفحات موجوده، الضباط بالزي الرسمي، ومنهم واحد متصور بالبوكسر بتاعه، والتاني مدد جزمته ولابس باوضاع مختلفه ولابس لبس العمليات الخاصه، ومعروف يعني هو داخل مع زملاء هنا. ايوه. فيعني انا مخضوض عليه. لا يعني هذا يتعارض مع قواعد الامن الذاتي، ويتنافى مع تعليمات الشغل والعمل، والكلام ده طبعا خطا، والكلام ده هيستوجب فحصه واتخاذ اللازم بشانه باذن الله. الخبر الثاني، قرار النهارده السيد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بتشكيل اللجنه القوميه للتنسيق الامني لمنظومه كاميرات الرصد المائي، وكان موجود مساعد وزير الداخليه لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامه والحربيه، وممثل لجهاز الامن الوطني. ممكن نشرح للناس المنظومه دي هتبقى فين، وهيبقى انعكاسها على الامن ايه؟ هو بدايه انا عايز بس اتكلم عن موضوع الكاميرات. موضوع الكاميرات، الوزاره كانت دائما يعني بتدي تعليمات وتنبيهات للناس اللي هي لديها منشآت هامة، منشآت تجارية هامة، منشآت اقتصادية، ان هي تركب كاميرات، لان الكاميرات دي بتساهم في لا سمح الله لو حدثت اي جريمة يتم، او بتسهل على اجهزة الامن تحديد الجناة وضبطهم. وهناك قضايا كثيرة يعني تم ضبطها من خلال الاستعانة بالكاميرات اللي هي موجودة سواء في المنشأة نفسها او في المتجر او في كاميرات أخرى في أماكن أخرى. أيضا في قرار أصدره السيد وزير التنمية المحلية إن لا يتم منح أي ترخيص لأي منشأة إلا بعد تركيب كاميرات في هذه المنشأة، خاصة المنشآت التجارية. وتم إختيار السادة المحافظين بهذا القرار لتنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية. والمنشآت الأخرى اللي هي لم يتم تركيب كاميرات فيها، عند التجديد سوف يتم إلزامها بتركيب كاميرات. القرار اللي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء طبعا لتفعيل منظومة الكاميرات على مستوى الجمهورية لتحقيق أكبر قدر من التأمين المطلوب خلال هذه المرحلة. نعم، هذه الكاميرات اللي هتزرع وخاصة في المناطق الحساسة أو المناطق الكاشفة اللي بتحصل فيها جرائم إرهاب كثيرة، هل يمكن أن تحد كثيرا أو تكشف عن المجرمين الذين يرتكبون عمليات إرهابية؟ وهل ده محتاج ميزانية ضخمة ولا إحنا جاهزين لده؟ إحنا هنتكلم على الجانب الأمني. معلش، أنا موضوع الميزانية ده مش قادر أخوض فيه لأن أنا ما عنديش معلومات كافية عنه. ولكن هنتكلم عن المنظومة بتاعة الكاميرات من الناحية الأمنية. مما لا شك فيه ان الكاميرات زي ما كلنا عارفين في معظم دول العالم اللي هي فيها اعلى نسبه امن واعلى نسبه ضبط للجرائم بتعتمد في المقام الاول على منظومه من الكاميرات المحكمه والمنتشره في اماكن عديده، وبيتم الاستعانه بيها والرجوع اليها في حاله ما اذا لو وقعت جريمه. فمما لا شك فيه
أن منظومة الكاميرات سوف تحقق نسبة كبيرة ونسبة عالية من الأمن، وسوف تحد من ارتكاب الجرائم، وسوف تسهل وتيسر على أجهزة الأمن ضبط المتهمين في حالة وقوع جريمة. نعم. النهاردة وزارة العدل الأمريكية يا سيادة المساعد قالت أن إدارة الرئيس باراك أوباما هتقدم 20 مليون دولار لإدارات الشرطة المحلية. علشان إيه؟ علشان يجيبوا كاميرات، الكاميرات هتبقى في الزي بتاع ضابط الشرطة عشان تسجل تعامله مع أي مواطن لحظة بلحظة بعد الاتهامات وبعد ما حدث في بالتيمور. هل يا ترى من الوارد أن وزارة الداخلية دفعا لما تتهم به أحيانا ولإثبات الموضوعية يمكن أن تلجأ إلى مثل هذا القرار؟ بس خيري، هو إحنا يعني بنسعى دائما إلى التطوير والتحديث. أي حاجة هنلاقيها بتخدم العمل وبتساهم في تطوير العمل فيعني من المؤكد أن إحنا سوف نستعين بها، ومنها المنظومة اللي حضرتك بتكلم عليها دي. نعم. اللي هو الكاميرات اللي هي بتبقى مثبتة في ملابس رجل الشرطة. يعني موضوع هيحتاج دراسة ويحتاج تقييم ويحتاج تمويل طبعا. فإنما احنا ماشيين في اتجاه التطوير والتحديث، وأكيد هذا الموضوع هيبقى قدام الناس متخذ القرار اللي هم بمعنيين بعملية التطوير والتحديث في آليات العمل الشرطي. سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، أنا بشكر حضرتك جدا، ومنتظرين أي قرارات أو رد فعل على ما أثرناه حول صفحات الفيسبوك اللي بيظهر عليها بعض ضباط الشرطة علشان نعلن ماذا تم، ويبقى للسادة المشاهدين كما أعلننا خطأ نعلن أيضا تصويبه. بشكر حضرتك جدا.